بسم الله الرحمن الرحيم. سبق اني تكلمت عن محفظة يور باي وقارنتها مع محفظة اس تي سي باي في فيديوهات، راح تحصل روابطها في وصف الفيديو تحت. لكن في تغييرات حصلت خلال الايام السابقة على محفظة يور باي يخليك ما تفكر في اس تي سي باي اصلا الا في حالة واحدة. فقبل ندخل في التفاصيل اتمنى انكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وايضا تشتركون بالقناة. فمحفظة يور باي تكلمت عنها بالتفصيل، يعني اللي ما يعرفها يشيك على الروابط الموجودة في وصف الفيديو تحت. عمل عليها تغييرين في الأيام السابقة. التغيير الأول أنه كان أول العائد على العمليات المحلية كان 0.7%، وكان زايدينها إلى 1% حتى نهاية شهر فبراير. الآن أصبحت 1% ولا حددوا تاريخ انتهاء لها. فأنا أشوف عائد 1% على بطاقة مسبقة الدفع، أشوف أنه عائد ممتاز، أفضل من العائد اللي موجود على STCP وأفضل من العائد اللي موجود على بطاقات الراجحي مسبقة الدفع. لكن الأهم اللي أضافوا أنهم الاستثناءات على الاسترداد النقدي، مع الملاحظة أنهم كاتبين في الشروط والأحكام أنهم يحق لهم في أي وقت أنهم يلغون الاسترداد النقدي أو أنهم يغيرون شروطهم. فاللي يحتاج أنك تتابعني على أساس أنه لو صار شيء جديد أنا أذكره لك وتنتبه له. ففي السابق كان المستثنى من الاسترداد النقدي كانت محطات البنزين والاتصالات والفواتير وغيرها. الآن الاسترداد النقدي أو الكاش باك مستثنى منه فقط أنك لو جيت سحبت سحب نقدي، وهذا مو متوفر فيه لأنه أصلا البطاقة ما فيها، يعني بطاقة عادية تقدر تروح للصراف وتسحب منه، وشحن محافظ الدفع الإلكترونية، وهذه أغلب البنوك بحد علمي ما عدا الأهلي والعربي هم اللي يعطون عائد على شحن المحافظ الإلكترونية، لكن أغلب البنوك ما تعطي شحن على أو ما تعطي عائد على شحن محافظ الدفع الإلكترونية. والعمليات المتنازع عليها، وهذا طبيعي انه لو كان العمليه متنازع عليها او انه ما تم قبولها فما يجي عليها كاش باك. ف 1% عائد نقدي وبدون استثناءات انا اشوف انها البطاقه الافضل. ما زلت اقول بالمختصر انه اس تي سي بي تتفوق عليه في التطبيق، تتفوق عليه انك انت تقدر تطلب بطاقه عاديه ويوصلونها لك بالبريد، وايضا انهم يوفرون ميزه بطاقه مدى واللي راح تخدمك انك لو رحت المحلات الصغيره مثل البقالات وغيرها تقدر انت تحاسب بالبطاقه. لكن يور باي ما عندهم الا بطاقه فيزا، وبعض الأحيان بطاقة فيزا ما هي مقبولة في كل المحلات عندنا في السعودية. أيضا من الأشياء اللي أنا أحب أوضحها واللي جتني عليها أسئلة كثيرة، أنه لو أنت مثلا جيت حولت فلوس باستخدام المحفظة الإلكترونية يور باي، أو أنه صارت لك مشكلة مثلا عملية ما تمت بالشكل الصحيح. فمشكلة يور باي أنه ما عندهم رقم للتواصل، كل عليك أنك تجي تدخل على موقعهم وفي تحت في تواصل معنا وتقدر انك انت تحط مشكلتك او انك تتواصل مع على حسابهم على تويتر، يعني ما لهم رقم مجاني انت تكلم عشان يحلون مشكلتك. وانا اشوف هذه مشكله كبيره، المفروض انه يكون لهم رقم مجاني تقدر انه لو صارت لك مشكله في البطاقه او حبيت تستفسر عن شيء يجاوبونك. فاتمنى انهم يضيفون هذه الميزه. لكن من ناحيه استرداد نقدي، لو انت يعني موجود في السعوديه ما تقدر تطلع بطاقات بعائد افضل، فيور باي افضل من بطاقات اس تي سي باي وافضل من بطاقات الراجحي الكاش باك الرقميه او بطاقه تسوق او غيرها من البطاقات مسبقه الدفع. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم. لو كان عندكم اي سؤال او استفسار اتمنى انكم تكتبونه تحت في خانه التعليقات. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.